السلام عليكم. استكملت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف من تحرير مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة، وبهذا الانتصار تعد محافظة شبوة شرقي اليمن محررة من سيطرة الحوثيين. وبحسب تصريحات لقادة الألوية العسكرية هناك، فإن الجيش سيستكمل عملية التحرير التي انطلقت قبل يومين باتجاه ما تبقى من محافظة البيضاء، هذا في الشرق. أما في الغرب وعلى شريط الساحل الغربي، حققت الشرعية والتحالف تقدما كبيرا في مناطق الخوخة وحيس باتجاه محافظة الحديدة. وفي الشمال يكثف الجيش هجماته العسكرية وتقدمه في شمال محافظة صعدة، والتي سيطر فيها على مناطق علب وباقم وغيرها من المناطق. إذن تصعيد عسكري وحديث عن قرار حسم اتخذه التحالف العربي، خصوصا بعد التفاهمات التي أجراها قبل أيام مع حزب الإصلاح، أكثر الأحزاب انتشارا في الخريطة الوطنية المنضوية تحت شرعية الدولة. عندما تم اتخاذ القرار السياسي تم التقدم العسكري بصورة سريعة، هكذا علق البعض على عمليات التحرير التي تمت في شبوة والساحل الغربي، ما معناه أن من كان يعيق عملية تحرير البلد هو القرار السياسي وليس الإمكانات العسكرية. فهل سنشهد تطورا دراماتيكيا في تحرير المدن التي يسيطر عليها الحوثيون؟ وهل تم اتخاذ القرار إقليميا ودوليا في الحسم العسكري، خصوصا بعد التصريحات اللاذعة ضد الحوثيين من قبل مسؤولين دوليين ومنهم مسؤول بريطاني؟ وماذا يعني نزوح آلاف الأسر من صنعاء؟ يقال أنها تجاوزت 25,000 أسرة. كل هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام سنطرحها على ضيفنا هنا في الاستوديو، الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء النور. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ نقاشنا حول انتصارات شبوة وما الذي سيتمثله على الأرض، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هذا العلم اليمني ورفيف. يرفرف علم الجمهورية في بيحان وعسيلان مجددا، يرتفع في هضاب وصحاري شبوة معلنا تحرير آخر مديريتين في المحافظة من عناصر ميليشيا الحوثي. خلال 48 ساعة حقق الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف هذا النصر، مخلفا عشرات القتلى من الانقلابيين وأكثر من 60 أسيرا كما جاء في إعلان الجيش. بالنظر إلى الخارطة العسكرية للمعركة، فإن الشرعية والتحالف يحققان تقدما عسكريا ملحوظا على الأرض. فبعد تحرير الخوخة والتقدم باتجاه حيس في الساحل الغربي وإحراز تقدم في شمال محافظة صعدة، ها هو الجيش يحرر ما تبقى من مديريات محافظة شبوة شرق البلاد. مراقبون يقولون أن هذا التصعيد العسكري في أكثر من جبهة يرتبط مباشرة بطبيعة التفاهمات التي تمت بين الرياض وأبو ظبي من جهة وقيادة حزب الإصلاح من جهة أخرى، والتي تمت قبل يومين. فبعد رحيل صالح عمد التحالف إلى عقد صفقة مع الإصلاح لا تعرف تفاصيلها حتى الآن، لكن صداها بدأ يسمع في بعض الجبهات. ولكن ماذا بعد شبوة؟ خبراء عسكريون يقولون إن التحالف إذا أراد خنق الإنقلابيين فعليه استكمال تحرير الساحل الغربي ومحافظة الحديدة غربا، واستكمال تحرير صرواح باتجاه خولان شرقا، وتحرير ما تبقى من محافظة البيضاء وجبهة مريس جنوبا لإحكام القبضة على صنعاء وتخفيف الكلفة المدنية للحرب. تحرير بيحان وعسيلان خلال أقل من 48 ساعة فتح الباب أمام تساؤلات اليمنيين عن الطرف الذي كان يعيق هذه الانتصارات خلال أكثر من سنتين، وما إذا كانت الإرادة السياسية لقيادة التحالف هي مفتاح الحل وعقدة المنشار في عملية التحرير من عدمها، خصوصا وأن اليمنيين يدفعون فاتورة باهظة من دمائهم وقوتهم في بلد يقبع في أعلى قائمة البلدان التي تتهددها المجاعة. بداية دكتور عبد الباقي، وبعد هذه الانتصارات التي تحققت في شبوة ودحر آخر يعني الحوثيين في آخر معاقلهم في شبوة، ما هي قراءتك لهذه المستجدات العسكرية على الأرض؟ أنا أعتقد أن هذه العمليات العسكرية لها عنصرين. العنصر الأول أن تأجيل تحقيق الانتصار خلال المراحل السابقة كان قراراً خليجياً صرف. العنصر الآخر أن كل هذه الإجراءات ما زالت في المنطقة الرمادية وليست استراتيجية، سواء كانت في الساحل الغربي أو في شبوة وعسيلان، لأنها مرتبطة بالساحل الغربي، مرتبط بإعطاء تطمينات للمجتمع الدولي بأن الملاحة الدولية لن تتأثر، ولأن من مضيق باب المندب والسواحل في مدينة تعز يمكن القصف الأسلحة المتوسطة على مستوى شبوة وعسيلان. طبعا كما تعلمين أن هذه مناطق تهريب، وبالتالي هناك مرتبطة بالصواريخ وبتهريب الأسلحة الحوثيين،
بذلك أنا أعتقد أيضا حتى أليس ذلك يعني استراتيجيا أهدافا استراتيجية؟ هذه إجراءات أحادية لا يمكن تجميعها، لأن الاستراتيجي واضح. حتى لقاء الإصلاح نحن كنا نطالب به أيضا لقاء إجراء غير استراتيجي. الإصلاح حزب يعني تأتي قوته أنه يتكون مجموعة مكونات سياسية عسكرية تجارية قبلية، ولا يمكن تجاهله، كما يقابله أيضا المؤتمر الشعبي العام مجموعة من المكونات العسكرية والأمنية والتجارية والسياسية، وبالتالي هنا تأتي التوازن. بالتالي أين الخلل؟ الآن الناس ينظرون أن لقاء بعد عامين مما يقرب 3 سنوات وهناك محاولة استهداف التجمع العالمي للإصلاح، وبالتالي هناك عملية يعني إهدار قوة وتحول هذا الطرف من مستهدف إلى حليف قد يراد به مواجهة الحوثيين والعودة إلى مربع الصراع عندما كان في عمران وعند قبل دخول مدينة صنعاء وتوظيف ذلك. أين الخلل البنيوي الذي لديه استراتيجية لاستعابة الدولة والمؤسسات؟ كان على الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يعود إلى عدن. الخطوات الأولى عندما نبدأ نشعر أن هناك سلطة شرعية عادت إلى الداخل وأن هناك سلطة شرعية تدير الحياة اليومية، وبالتالي هنا نبدأ نقول أن دول التحالف العربي لديها استراتيجية استعابة الدولة، لأن لا يستطيعون المغالطة بهذه العمليات المبعثرة، يعني بيحان وعسيلان والساحل الغربي والتقدم، وهذا كله عمليات هم أفقدون ما يقارب 3 سنوات برهانهم على الرئيس السابق صالح والحفاظ على قطاعته لخلق توازن مع الحوثيين في تعز. أخروا، كانوا يتبعوا آليات الاحتراب دون تحقيق الانتصار في تعز وفي تخوم صنعاء، وبالتالي كان لديهم استراتيجية تأثيث المناطق الجنوبية. نحن الآن سعداء أن يتم التعامل مع أحد الأطراف الرئيسية للسياسية. ما هي قراءتك لهذا اللقاء؟ أنا أعتقد أن اللقاء في غاية الأهمية. طبعا رحيل الرئيس السابق لعب دور كبير كمتغير، لأنهم وضعوا حساباتهم أنه حتى في حال هزيمته من صنعاء سيكون لديه قطاعات عسكرية في تعز وبعض المناطق الساحلية، وبالتالي سيكون هناك توازن. كان الهدف بعدم تحقيق الانتصار على الرئيس السابق على هذه القطاعات، الهدف الحفاظ على التوازن بين الحوثي وصالح، ولكن لم يضعوا في حسبانهم أنه يمكن أن يرحل طبيعيا أو يتم اغتياله كما تم من قبل الحوثيين. ولهذا أعتقد أنا لا أتأثر بهذه العمليات أو الانتصارات المؤقتة في بيحان. بالعكس، أنا هذه بالنسبة لي تهم وجهها لدول التحالف وتؤكد مخاوفنا منهم بأنهم لديهم القدرة على تحقيق الانتصار منذ فترة طويلة، ولكن كانوا يؤثثون المناطق الجنوبية. الآن عندما نتحدث عن سرعة إنجاز لقاء التجمع اليمني للإصلاح وإعادته كحليف في إدارة المعركة مع الحوثيين، هذا الإصلاح ما زال حزبا يمنيا أو حزبا شماليا وفقا لما تم تأثيثه في المناطق الجنوبية. المناطق الجنوبية الآن طاردة للسلطة الشرعية، طاردة للمناطق الجنوبية. هل المؤتمر الشعبي العام الذي الآن ما زالت دول التحالف لم تعمل على استيعاب الجماعة السياسية والقبائلية والعسكرية لقطاعة الرئيس السابق بسرعة إيجاد لقاء للجنة العامة في إحدى المدن المحررة بهدف سرعة عدم ترك فرصهم؟ تركوا 2.5 عامين، حتى الحوثيين قاموا بإجراء دورات تدريبية وصهر للجماعات على مستوى عقائدي، بحيث أصبحوا اخترقوا المؤسسة العسكرية. وعند فشل المشاريع الوطنية الجماهير تبحث عن أي مشروع ما قبل وطني عقائدي طائفي مناطقي. هم أضعفوا السلطة الشرعية في المناطق الجنوبية، أصبح حتى البديل غير المواطنين يبحثون عن أي مشروع دولة. ليس هناك أي مشروع دولة، وبالتالي ذهبوا إلى 70 مع الرئيس السابق يبحثون عن أي خيط أو مسار لالتقاط الدولة. وبالتالي أعتقد أنهم حتى الآن ضيعوا 2.5 عامين، حتى أصبح المؤتمر ربما المؤتمر حزبا وطنيا في كل المناطق اليمنية، أم أيضا يعد أنه حزبا شماليا والإصلاح حزبا شماليا أيضا. وبالتالي ما يحدث في المناطق الشمالية شأنا شماليا صرفا، وبالتالي هناك خلل ما هذه المعالجات. أنا لم تسعدني هذه اللقاءات بعد 2.5 عامين
كانت لقاء جبري. ولكن يعني هناك يعني أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. أنا لست مع هذا، نحن نتحدث عن استراتيجيات دولة، ونحن نتحدث عن أن دول التحالف العربي ليس لديها رؤية، لديها استراتيجيتين في إدارة المجال الجغرافي الوطني اليمني، لديها يعني تأخير لمدة عامين. نعم، يعني هل السرعة في تحرير بيحان وعسيلان ما تبقى من محافظة شبوة وتحريرها بهذا الشكل يعني جعل البعض يقول بأن القرار قرار سياسي، أنه متى ما شاء التحالف أن يحرر منطقة ما سيحررها في ظرف يومين كما حدث في عدن سابقا وما حدث. هم هذا الكلام لا يحتاج إلى إثباتات، نحن نعلم أن الجيش على حتى في علم النفس أو في علم الاجتماع العسكري، الجيش عندما يضع يكون في تخوم على تخوم معركة وأنت لا تقوم بعمليات عسكرية أو تترك هذا الجيش دون تحقيق، ينظر إلى أنه قادر على تحقيق الانتصار وأنت تاركه هناك، هنا أحبطوا القطاعات العسكرية على تخوم صنعاء، أحبطوها، حاولوا يعمموا فيها الفساد، يعطوهم ذخيرة خفيفة، لا يتقدمون وفقا لمعطيات العسكرية، هذا عنصر مهم. اثنين، كيف يمكن لك أن تتحدث عن استعابة صنعاء؟ استعابة صنعاء ليس لها جدوى، استعابة تعز ليس لها جدوى، أين الخطوة الأولى التي ستصبح بعضها لها جدوى؟ عندما تكون نحن لدينا سلطة انقلابية واقعية، عندما نعيد السلطة الشرعية إلى موقعها الجغرافي فأنك تقوم بعملية إحلال، وليس عودة سلطة شرعية كأشخاص، كنظام، كنظم، نعم، كبرامج، كإدارة، نعم، مؤسسة، أكمل الجملة بس، نعم. إذن هناك عملية إحلال، هنا تصبح العملية السابقة. فقط جملة واحدة، الآن مع رحيل الرئيس السابق أصبح أهم عنصر في إدارة العملية الصراعية هو أنه هناك إمكانية لتحديد هوية الصراع، وهو أول عنصر لتحشيد الجماهير ولتموضعها ولتدفقها نحو معركة. أصبحت المعركة الآن بين مشروع إمامي سلالي ومشروع جمهوري، لنستطيع أن نجذب كثير من أتباع الرئيس السابق إلى مربع السلطة الشرعية ليكون الاصطفاف واضح، أننا نستعيد الجمهورية في إطار مشروع إمامي واضح. الجماهير اليمنية إذا وجدت سلطة شرعية، هذه العملية ستلتف حولها بطبيعة الحال، هذه كلها عمليات. إذن اسمح لنا دكتور عبد الباقي أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالإصلاح، معنا عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور لك ولضيفك ولمشاهديك. أهلا بك أستاذ عدنان. أستاذ عدنان، يعني ما الذي سيحققه الحزب بعد لقائه بوليي العهد السعودي والإماراتي؟ في الحقيقة هناك يعني لبس يبدو أنه حصل مع اللقاء. الإصلاح في علاقات الخارجية وحتى الداخل، يعني هناك ملف دائما يهتم به ويحمله معه، هو ملف تقوية الشرعية وأدوات الدولة السيادية. نعم، يعني حتى ونحن في 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 وسط المعركة مع الحالة الانقلابية الموجودة في صنعاء، لابد أيضا أن نهتم ببناء الدولة ومؤسساتها في عاصمتها المؤقتة، والتي يجب أن تمتد إلى عموم المناطق المحررة. هذا هو الملف الأهم. يعني هذا اللبس الحاصل أن حزب الإصلاح يأخذ يعني قضية الوطن معه في لقاءاته. هناك لبس ما بين يعني هذا الأمر أو ومصالح خاصة، يعني الإصلاح في النهاية مصلحته حتى الخاصة في وجود الدولة، الأحزاب بدون وجود الدولة لا قيمة لها، وبالتالي عندما تحضر الدولة هنا تحضر الأحزاب وتحضر إمكانية حضوره من جديد وعودته إلى المشهد السياسي، فالدولة مصلحة عامة لكل اليمنيين وأيضا مصلحة نعم. خاصة. نعم أستاذ عدنان، لو ناقشك في هذه النقطة تحديدا، يعني لكن مثلا الأستاذ عبد العزيز الجباري تحدث في أحد لقاءاته بأن التحرير سهل جدا ومتى ما أراد التحالف، ولكن لديه مخاوف من حزب الإصلاح، المخاوف التي تأتي من الإمارات تحديدا ومن التحالف بشكل عام نحو حزب الإصلاح ألا يكون هو البديل، واضحة ولا يستطيع أحد أن يشكك فيها، هل زالت هذه المخاوف؟ هو طبعا
مثل هذه اللقاءات تعالج مثل هذه المخاوف. ونحن ايضا قد قلنا مرارا يعني لشركائنا اليمنيين بدرجه رئيسيه، لان المشهد القادم يعني بعد عمليه التحرير لا يحتمل ان ينفرد اي طرف بادارته، يعني ستكون هناك اداره مشتركه من الجميع، وعلى اعتبار انه التبعات والتحديات التي ستواجهنا ستكون تحديات كبيره، لان المعركه لن تقف عند انتهاء المعركه العسكريه. امامنا ملف اعاده الاعمار والاغاثه واعاده بناء المؤسسات الوطنيه السياديه، هذه كلها الملفات تحتاج فعلا وسلطه مش موجوده وخدمات احتياجات هائله وكل الامكانات قد دمرت، فهذه تحتاج الى شراكه بين مختلف القوى السياسيه لا يعتمد فيها كثيرا على نتائج الصوت الانتخابي او النتائج الانتخابيه، بل ايضا يعني يعتمد فيها معايير اخرى تضمن بقاء الجميع يعني وعدم تفرد اي طرف في السلطه. هذا قلناه يعني من اجل نضمن ان نمضي معا وان نمضي باستقرار وان لا ندخل في حاله صراع غير لازمه ولا وغير مجديه، ونحن نبني الدوله. نحن لا نذهب الان في عمليه انتخابيه لاداره السلطه، بل لايجاد السلطه نفسها، لايجاد الدوله نفسها، لان الدوله الان مش موجوده، فماذا ندير يعني؟ العمليه الان ليست عمليه انتخابيه، حرب وطنيه، هذه الحرب حرب تحرير وطني ستؤدي الى استقرار الدوله اولا التي ستضمن الحاله السياسيه. نعم، هل هذا يفسر نعم، هل هذا يعني بعد اللقاء يفسر التحرك السريع للتحالف وتحرير بيحان وعسيلان وايضا اتجاهه في الاتجاه الغربي وفي الشمال ايضا؟ هل يمكن تفسير ذلك؟ اعتقد انه العمليه العسكريه الاخيره اللي تمت في بيحان هذه تم اعداد لها من قبل القوات المسلحه والمقاومه الموجوده في تلك المنطقه، وهي عمليه اعداد تحتاج الى اسابيع، يعني ما اعتقدش انه في يوم ليله ممكن تقول للجيش ان يتحرك يعني دون سابق اعداد وسيطره على منطقه فلانيه وكانه جرانديزر، يعني في النهايه تحتاج الى اعداد وتهيئه وايجاد الامكانات الضروريه واللازمه. اعتقد انه تمت هذه منذ وقت مبكر، والعمليه العسكريه برمتها هي ملك القوات تحت اداره القوات المسلحه وليس الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه هي تصنع البيئه السياسيه، تستخدم الراس المال السياسي والاجتماعي التي لديها من اجل دعم عمليه التحرير، لكن ان تقود العمليه العسكريه مش وارد هذا الامر، ولا نريده يعني ان تصبح الاحزاب السياسيه ذات ثقل عسكري، نريدها ان تحافظ على ثقلها السياسي، ثقلها الاجتماعي، حتى فعلا نضمن ان المشهد المستقبلي يكون امن، وان توجد سلطه واحده صاحبه حق حصري في حيازه امتلاك واستخدام السلاح. نعم، اسمح لي استاذ عدنان ان تبقى معنا قليلا، يود ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان ان يعلق على حديثك، تفضل دكتور. طبعا هو بالنسبه لهذا الطرح اتمنى ان يكون طرح يعني ثابت ومبدئي لدى التجمع اليمني للاصلاح، لان ما يقوله الان هو يعني الصواب بعينه، لان الاصلاح ليس الدوله، وبالتالي كنا نتوقع عند زياره ولي العهد السعودي والإماراتي أن يكون اللقاء برئيس الدولة، وبالتالي الإصلاح يتحرك تحت الدولة. والآن نحن ننبه نقول أن الحوثي يعني أعادونا إلى مرحلة عندما تم إيكال مهمة مواجهة الحوثيين للتجمع اليمني للإصلاح وكأنه الدولة، وهم في مرحلة سابقة أثناء دخول صنعاء. الحوثيين الآن يمرون، لو سمحت أقول، بدأوا عند تنقية مدينة صعدة بأنهم تحدثوا عن أنهم يستهدفون التكفيريين من الأجانب، ثم انتهوا من ذلك، ذهبوا إلى شيوخ حاشد والبيت الأحمر وتم القضاء عليهم، ثم أتحركوا نحو تصفية الشيوخ القبلية والجماعات السياسية للإصلاح، ثم تحركوا تقدموا إلى نحو صنعاء وقالوا هدفهم الإصلاح وعلي محسن، ثم دخلوا لصنعاء تحت مبرر إسقاط الجرعة والحكومة ومخرجات الحوار، ثم جاء يعني عاصفة الحزم ويتحدثون عن مواجهة العدوان، اليوم يتحدثون عن العدوان وعن الفتنة، وبالتالي سيتركون المؤتمر الشعبي العام والقطاعات التي نحتاج إلى أن تتسق في السلطة الشرعية حتى يتم ترعيبها وترهيبها وتشتيتها. الآن هم يستخدمون اللافتة العدوان والفتنة، ومن خلال بالتالي هذه إيكال المهمات والتأخير في اتخاذ القرار. شوفي، تركوا الإصلاح مدة عامين ونصف وهو مكون رئيسي،
تركوا المؤتمر الشعبي العام القطاع اللي كان مع الشرعية وكان بالإمكان التحالف العربي. يعني كان هناك قطاع من المؤتمر الشعبي العام موجود في الرياض كان بالإمكان الاستفادة منه. تركوا أعضاء البرلمان وهم مهددون في حال عدم عقد جلسة سيتم سحب الاعتراف بهم دوليا. منحوهم مبلغ مالي، استضافوهم وأكلوهم رز وكبسة مش محاقين رز. إذا نحن نقول للإصلاح أنه على الإصلاح أن يتحرك في إطار الدولة وليس دعني أنقل هذه الفكرة لضيفي الأستاذ عدنان. أستاذ عدنان، استمعت لحديث الدكتور عبد الباقي وهناك من يتساءل فعلا لما لا يكون هذا التقارب تحت مظلة الشرعية أو بوجود طرف من الشرعية يعني تحت مظلة الدولة كما يقول، يعني لما لا يعد ما تم يعني من لقاء قفز على الشرعية؟ يعني نحن من البدايات منذ البدايات و بعد اللقاءات هذه التي تمت مباشرة تحدثنا بأن هذه اللقاءات من رتبت لها هي الشرعية. الشرعية حاضرة في هذا الأمر والأخ عبد ربه مشرف على هذه العملية برمتها، بل إنه سعى في جزء منها إلى بعض هذه التقاربات التي بعض هذا التقارب الذي تم. وقلنا بأن ملف الشرعية هو الملف الذي يحضر معنا، ولم نطرح أي ملف آخر خاص بالإصلاح أو خاص بأي طرف في كل يعني ما يهمنا. وتصريح ايضا تصريح رئيس الهيئه العليا للتجمع الامني للاصلاح وهو يتحدث على الشرعيه ذكرها ثلاث مرات ان الشرعيه يجب ان تعود ومؤسسات الدوله وهذه مصلحتنا المصلحه العامه والخاصه. اظن ان هذا الامر قلناه كثيرا يعني واجبنا عليه مرارا وتركيز. والاستاذ عبد الباقي عنده حق، يعني نحن لسنا دوله. في اكثر من تصريح لي انا قلت هذا الامر الاصلاح ليس الدوله، وما يقوم به هو لإزالة اللبس الذي كان يعيق عملية دعم الشرعية. يعني ما كان يقال من أن عدم دعم الشرعية نتيجة لوجود لبس فيما يخص إصلاحها، هو الإصلاح الآن يزيل هذا اللبس من أجل دعم الشرعية. نعم يعني هناك من يتساءل أستاذ عدنان ما هو ثمن هذا التقارب أو يعني كيف استطعتم إزالة هذا اللبس؟ والله إذا كان هذا الأمر سيأتي من قبل إخواننا في التحالف العربي نحن نقول لهم لا، يعني لا يجب أن تزيلوا هذا اللبس على اعتبار أنه ورغم أنه كان مطلبنا إلى قبل أيام. يعني الأمر ليس له ثمن بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لنا كان الغرض الأساسي من هذا الأمر هو إزالة اللبس لتقوية موقف الشرعية وتوفير الإمكانات التي تحتاجها. وإخواننا في التحالف العربي يعون أهمية الدولة اليمنية بقيادة الشرعية. وجود يعني الأمن اليمني والأمن الخليجي مهدد إذا ما تم يعني إضعاف الشرعية والدولة اليمنية. لا خيار لنا ولهم إلا بتقوية الدولة اليمنية، وهذا كان يبدو أن هناك حالة إجماع يمني خليجي على أنه يجب أن تدعم الشرعية وتضعف الميليشيات أيا كانت هذه الميليشيات، على اعتبار أننا حتى ولو أسقط الانقلاب لا نريد أن نلتفت وهناك أكثر من سلطة، وهذه وجود الدولة مصلحة لنا جميعا. إذا لنبني على هذا الأمر ولا نظل يعني ننسج من خيالنا قصص من أن هناك صفقة. ليس هناك أكثر مما أعلن من أننا من أن التجمع اليمني للإصلاح في كل علاقاته الخارجية يحاول أن يزيل هذا اللبس من أجل دعم موقف الرئيس. وأظن أنه كان البيان الصادر عن الإصلاح أو تصريح الرئيس العليا واضح في هذا الأمر، سواء التصريح السابق بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان أو بعد اللقاء الأخير الذي كان مع الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني إلى أي مدى تتفق أن يعني التقارب الذي حصل بين وليي العهد يعني أو التحالف بشكل عام مع قيادة الإصلاح أثر على الصعيد الميداني في شوال؟ الأستاذ عدنان يعني نفى هذا الأمر وقال أن هذه مسألة تحتاج إلى ترتيب ليس إلى يومين يمكن أن تحرك الجيوش بهذا الشكل. أعتقد أن رحيل الرئيس السابق و يعني كان واضحا أن الحقل الجغرافي والسياسي والمؤسسي أصبح أحادي. يعني لاحظي معي أحادي بمعنى أن قطاعات صالح العسكرية والقبلية والتجارية سوف تتسق وتندجذ وتذوب في الإطار الحوثي نظرا لماذا؟ لخطأ استراتيجي ارتكبته دول التحالف وتحديدا الإمارات العربية المتحدة عندما أضعفت السلطة الشرعية وأخرجتها من الجغرافية
ولم تخلق من السلطة الشرعية كأنها بديل وطني أو مشروع وطني، جعلت من السلطة الشرعية مجموعة أشخاص في الرياض وأدارة الحياة اليومية بعيدة عنهم. بالتالي كان هي بحاجة عندما هذا الخطر أصبح قاب قوسين أو أدنى، تأتي هنا من هو القوة الفاعلة في الميدان الجغرافي؟ الحوثيين، سلاح، قدرة على تذويب بقية قطاع صالح. السلطة الشرعية عبارة عن شخصيات. المؤتمر الشعبي العام إذا ترك أكثر سيتم تصفيته تحت في الداخل، سيتم ترعيبه وتقويضه تحت لافتة الفتنة، وسيتم إرعاب الآخرين أن كان هنالك فتنة ما فتنة إلى آخره. وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى المؤتمر الشعبي العام كطرف من أطراف النزاع في لتوقيع على تسوية، عندما يكون المؤتمر الشعبي العام الهدف الحفاظ عليه لأنه جزء من المبادرة الخليجية وهو مجموعة سياسية. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه سيوقع مثله مثل السلطة الشرعية، لا يستطيع يحدث تأثير، لأن من يمتلك القوى والسلاح والميليشيات هم الحوثيين. وبالتالي نحن بحاجة للحفاظ على ما يسمى مكونات المؤتمر الشعبي العام. الآن تعاملوا مع التجمع العلمي للإصلاح وكأنه ميليشيات وكتلة يعني جناح سياسي له كتلة ميليشوية. هم موجودين في قطاعات الجيش. التجمع العلمي للإصلاح يتكون من 3 مكونات: قبلية، عسكرية، تجارية، سياسية. هذا واضح ولا خلاف عليه، وهذا نقطة قوة إيجابية. لكن أيضا ينبغي أن يتم هذا اللقاء تحت يعني أثناء هذا اللقاء مع الإصلاح، يتم اللقاء مع الحزب الاشتراكي والناصري، حتى لا يتم التعامل مع الإصلاح وكأنه سيقوم بدعم أهداف التحالف بتقويض الحوثيين في عسيلان وبقية المناطق. بالتالي نحن لسنا بحاجة. الإصلاح هو أعتقد حذر ويتحرك في إطار الدولة ولديه وعي بما يخطط له، ولا نريده أن يستنزف ليكون الصراع بين الدواعش والروافض. نحن بحاجة لأن يكون الصراع حول هوية وطنية. بالتالي أعتقد ولي العهد مهما كان طلب رئيس الجمهورية كان ينبغي أن يكون هذا اللقاء بحضور رئيس الجمهورية الرئيس الشرعي. أنا كنت سأكون أكثر إيجابية إذا أدركت أولاً أن رئيس الجمهورية عاد من إسطنبول أو من تركيا عفواً إلى عدن. سنقول أن دول التحالف بدأت تحدث تحولات. إذا كان عقد اجتماع للمؤتمر الشعبي العام في إحدى المدن لاختيار قيادة، إذا كان على سبيل المثال، هذه مؤشرات تحول استراتيجي. 2، هذه الهندسات المتقطعة وأنه سيدخلون صنعاء، ما قد وصنعاء والوطن ممزق. أين السلطة الشرعية ستكون في صنعاء؟ نحن عندما نقوم بعملية إحلال لابد أن تأتي السلطة تدريجيا تدير المؤسسات في عدن، تتقدم نحو تعز المحاصرة حتى الآن ويحررون الساحل الغربي ويتركون المدينة. يعني أنت تترك المدينة تعز التي ممكن تكون عامل توحيد مزاج وطني، يمكن تكون ترفع تحبط معنويات الحوثيين، تذهب إلى عسيلان وشبوة، وتترك مدينة الجمهور يعني مستعد للتضحية لاستعابة المدينة وهي محاصرة لمدة 2.5 عامين بهدف حماية قطاعات صالح حتى لا يتم للحفاظ على التوازن مع الحوثي، حتى يتم بقى هذه القوات في تعز ولا تذهب إلى الحدود مع السعودية، حتى يتم استنزاف تجمع عليهم الإصلاح. يعني لا أهداف لها. الآن نحن نقول أن سنحاول أن نبحث عن تموضع جديد بين ما كانوا أتباع صالح وأتباع المؤتمر الشعبي العام، طالما أن هذا هو يعني لقاء الضرورة، اللقاء العقلاني. هذا يستدعي أن تكون العملية أولاً هذا الخذل الاستراتيجي لدول التحالف والكذب علينا أنهم استعدوا سيعودوا صنعاء. ما نريد صنعاء، صنعاء ما في السلطة، لمن نسلم صنعاء؟ أين السلطة هذه التي تقدمت لتعز، تقدمت تدير الحياة اليومية، لديها كشوفات، تقوم بدفع المرتبات، تشرف على القرار السياسي، تشرف على القرار السيادي؟ بالتالي عندما أتقدم في صنعاء، أتقدم في عسيلان، أنا أسلم القطاع الجغرافية إلى السلطة، تديرها السلطة، تتقدم هنا. لكن السلطة الشرعية لا تدير شيء، هي في الرياض أصبحت معزولة عن إطارها الجغرافي،
بالتالي أنت ستجد لي قطاع في الجنوب يديره المجلس الانتقالي، تعز يديرها المجلس العسكري، صنعاء يديرها المجلس العسكري. هذا ليست استعابة دولة، هذا استعابة يعني مجموعة من القطع الجغرافية والطائفية والمناطقية. بالتالي هذه استراتيجية عمياء. نعم. لا إذن يعني أستاذ، أنت تجد أنه يعني مثلا قلت في يعني معرض حديثك أنت كنت ستشعر بالتفاؤل إن وجدت رئيس الجمهورية مع صدق. لا لا، لكن أسألك على هذه النقطة بالتفصيل، ولكن اسمح لنا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. إذن مشاهدينا الكرام عودة مجددا إليكم، وأسألك أستاذ دكتور عبد الباقي، كنت سألتك قبل الفاصل حول يعني ما الذي يمكن أن نفهمه من خلال لقاء الإصلاح بمعزل عن الشرعية؟ أنت يعني قلت أنه كان يفترض أن يكون بوجود الشرعية، لما تستثنى برأيك؟ هذا الموقف ما زال واضح، مع هناك يعني الموقف الإمارات العربية المتحدة واضحة من السلطة الشرعية، هناك يبدو لي يعني حتى يمكن اعداء شخصي تجاه الرئيس عبد الرب منصور هادي. وجود السلطه الشرعيه في العاصمه المؤقته يعني انهاء المشروع الاماراتي في عدن، يعني بمعنى انها تسلم الجغرافيه والمؤسسات وميناء عدن وصناعه القرار الى الرئيس الشرعي، وبالتالي هذا لا يخدم الاجنده الاماراتيه التي تريد ان تدير الملف وتوزع المرتبات وتسيطر على الجزر وتريد أن تقيم تحرك بعض العمل العسكرية وتلتقي بالإصلاح. نحن لا نريد لقاءات دول رؤساء دول وملوك وولي عهد يلتقون مع مكونات سياسية. المكونات السياسية تلتقي في إطار إعمال الحياة الحزبية بما يجعل السلطة قوية. يعني كان ممكن يكون اللقاء هذا بين الإصلاح، يعني إذا كنا نقول إصلاح الخطأ بعد عامين، يمكن اللقاء أن يكون ظريف، يعقبه لقاء بين المكونات السياسية والحزبية للعمل الحزبي، وهذا يعمل نوع من دعم السلطة الشرعية. لا يمكن لنا الحديث، لا يمكن لنا الحديث إطلاقا أن نتحدث عن استراتيجية دون أن تكون هنالك سلطة شرعية. اثنين، التموضع الجماهير، الجماهير الآن تبحث عن الدولة. أنتم لكم عامين ونصف أو ثلاث سنوات تستعيدون السلطة والجماهير لا تجد السلطة، الجماهير تتوق نحو إيجاد نموذج. النموذج الآن خسارتهم، تصدقين لا يحتاجون لعسيلان ولا يحتاجون إلى استعابة تعز. في حال ما وجد المواطن أن هذه الدولة أو السلطة الشرعية هي البديل، هي الجمهورية، هي تدير حياته اليومية، سينتفض في تعز وفي صنعاء، وربما هو الذي يخرج. هو الذي يخرج. لكن نعم. أنت جعلت البديل، لم تترك للمواطنين. حتى الآن أنا يعني أنظر لكل الذين في صنعاء يخضعون للحوثي، لا يجدون بديلا، لا يستطيعون الهروب. أين تهرب؟ تهرب إلى المناطق الجنوبية التي توقفك في الحدود وتطلب منك جواز السفر وربما فيزا. تذهب إلى الخليج أو السعودية التي لا تقبلك. تذهب إلى أين؟ تذهب إلى تعز المحاصرة. أنت ليس لديك خيارات. بالتالي إذا ما وجد البديل الوطني، الآن أقولهم المشروع الحوثي انتهى. هو عبارة عن مجموعة عسكرية ميليشياوية، والآن هو في، أنا قلت قبل شوية مراحل، الآن وصلنا فتنة والعدوان، سينتقل بعد ذلك إلى الدولة بوضوح، لأنه سيقضي على البقية. عملية عسكرية هذه التي يتحدثون عنها المتقطعة، أول عنصر نعم سأستمع إلى هذه العناصر دكتور عبد الباقي. بعد أن ينضم إلينا أيضا الأستاذ أيمن نبيل كاتب والمحلل السياسي من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. نور السادات، أهلا بك.
أهلا بك أستاذ أيمن. بعد مقتل صالح ثمت ما وصف بالتداعيات لمقتله، بدءا بحراك سياسي دولي، مثلا سحب البعثة الروسية، أيضا تصريحات السفير لسفراء واشنطن في اليمن السابق والحالي، أيضا أخيرا ما يعني تم بلقاء قيادات الإصلاح مع وليي العهد السعودي والإماراتي. كيف تقرأ المشهد كليا؟ أقرأه أن هناك اختلافات، هناك اختلال في توازن في التوازنات السياسية والعسكرية في الواقع بعد مقتل صالح. كان هذا ضربة كبيرة، لأن صالح كان تقريبا هو المراهن عليه من قبل أطراف دولية مختلفة، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الأوروبيين كانوا ينظرون عادة إلى صالح باعتباره الشخص أو القوة التي بإمكانهم المراهنة عليها، وبإمكانه في وقت ما أن يقضي على الحوثيين أو أن يضع لهم حدودا إذا تجاوزوها، وبالتالي كانوا بذلك يقفون تقريبا موقفا يعني لا يقفون تماما وراء حكومة هادي، وبنفس الوقت لا يكملون الهجوم المباغت والشامل على الحوثيين. ولكن الآن بعد مقتل صالح، الأطراف المختلفة في العالم، في الإقليم وفي العالم، تحاول الآن إيجاد بدائل بعد هذه الهزيمة. طبعا هزيمة صالح كانت مفاجئة للجميع، لم يتوقع أحد أن تكون هذه هي النهاية. أنا أقرأ الآن ما يحصل الآن على أساس في ضوء هذا التغير الهام في موازين القوى في اليمن. نعم، إذن يعني هل هذه الأحداث هل تتوقع أن يكون لها يعني تأثير على المسار العسكري؟ أعتقد نعم، لكن سننتظر أن تحدث التغيرات الأساسية في تعز. في حال أن حصلت تغيرات واضحة في تعز وفي ميناء الحديدة في هاتين الجبهتين، حين ذاك نستطيع أن نقول أن هناك فعلا أن هذه التغيرات قد أثمرت أو قد ترجمت نفسها إلى واقع عسكري هام. نحن الآن في الانتظار، أعتقد أن هذا سيحصل ولكن يحتاج بعض الوقت. نعم، لكن مثلا ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمساني يجد ان لا قيمه لهذا التحرير هنا وهناك دون وجود السلطه الفعليه على الارض، ما الفائده ان حررت هذه المنطقه او تلك ولا يوجد البديل للدوله فيها؟ ما رايك؟ هذا كلام اخر، هذا كلام مختلف. يعني انا السؤال انه هل ستحصل معارك ام لا، هل ستتحسن الوضع العسكري ام لا، هذا السؤال واجابتي كانت عليه ما ذكرته انفا. لكن السؤال الان، هل هذا نافع للقضيه اليمنيه عموما؟ هل ما سنراه هو شيء افضل؟ طبعا بالتاكيد ان تتخلص ارض يمنيه من قوات طائفيه وميليشياويه امر ممتاز، يعني هذا امر جيد لليمنيين جميعا، ولكن بعد ذلك ان تاتي قوات اماراتيه وتحتل هذه المناطق، هذه الان يصبح الان امامنا مشكله. لا. وهذا واضح كان في الجنوب، الحوثيين وقوات صالح سابقا من عدن، رأينا الآن لحد اليوم كيف الوضع في عدن متأزم ومؤلم، وهذا الآن نفس النموذج الذي يطرح عادة عندما نناقش يعني شؤون أي محافظة، تعز، الحديدة، دائما نتساءل ماذا سيحصل بعد ذلك، هل ستتكرر التجربة في عدن؟ ويبدو أنها ستتكرر، يعني لا توجد أي علامات على وجود تغير في سياسات الإمارات والسعودية وموقف حكومة هادي بصورة عامة من هذه التدخلات وهذه السياسات. وبالتالي للأسف يعني حتى لو ترجمت بعض هذه التغيرات على الواقع بشكل عسكري، ولكن ما بعد طرد قوات الحوثيين نقع دائما في نفس المشكلة التي وقعنا فيها منذ يوليو 2015 في عدن. نعم، إذن ما هي توقعاتك؟ هل يعني تذهب البلاد إلى حسم عسكري أم يمكن العودة إلى طاولة الحوار؟ الحسم العسكري الشامل أعتقد أنه صعب، رغم يعني فقدان الحوثيين لغطائهم السياسي الذي كان يعني يسوقهم للعالم كله. يعني علي صالح كان دوره هاما جدا للحوثيين، وهم لم يقضوا عليه إلا بعد أن أحسوا فعلا ألا مهرب من ذلك، وإلا فهو كان يعني يوفر لهم أشياء كثيرة على المستوى السياسي وليس فقط على المستوى العسكري، لأنهم قد ابتلعوا مع الوقت كثيرا من آلة العسكرية، ولكن على المستوى السياسي كان له دور هام مبارز في التغطية عليهم وتقديمهم بصورة أفضل نوعا ما. ولكن الآن الحسم العسكري الشامل يحتاج إلى أمور كثيرة. أعتقد أن يعني سيحصل ربما يعني تقدم عسكري في عدة جبهات، ربما يدفع هذا الحوثيين إلى الجلوس ومعاودة يعني الذهاب نحو المفاوضات بسقف أقل ربما. هذا قد يحصل يعني، ولكن ما نراه من الحوثيين عادة بعيدا عن الخطاب، هنا لديهم خطاب انتحاري طبعا.
ولكن ما أراه أنا مختلف عن خطابهم. يعني لو إذا حصلت هزائم متكررة في مناطق مهمة، يعني مثلا مثل ميناء الحديدة، البضائع وحتى الرؤوس الكبيرة هذه الآن التي نشأت، القطط السنان هذه التي نشأت الآن في الطبقة الثرية الجديدة التي جاءت مع الحوثي، ستفقد كثير امتيازات بذهاب الميناء. أيضا تعز إذا استطاعوا أن يخرجوها من منطقة الحوبان، معنى ذلك أن الضرائب التي كان والجبايات التي كان يفرضها الحوثيون على المصانع الموجودة في منطقة الحوبان سوف تذهب. وهذا يعني أن الدولة الوليدة، أن الدولة في الشمال التي يحكمها الحوثي أو يحلم الحوثي أنه سيحكمها، ستصبح فعليا بلا موارد، بلا موارد إطلاقا تقريبا. وبالتالي ليس أمامهم إلا الذهاب نحو مفاوضات والبحث عن حلول وسط. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن نبيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. دكتور عبد الباقي، سمعت الحديث السيد أيمن، يعني هو يجد أيضا أن تحرير هذه المناطق من ميليشيا طائفية سلالية يعد أمرا جيدا، ولكن أيضا غير مقبول أن تأتي الإمارات لتحل بديلا عنه، لأنها سندخل في يعني مشكلة جديدة. أولا دعني أقول لك أن لا حل، لا تسوية مع الحوثيين. هؤلاء لا يمكن يذهبوا إلى السلام، ولا ليس لديهم مشروع سلام، ولن لديهم جماعة مغلقة ترفض كل ما هو خارج هذه المجموعة. هذه الجماعة لديها مشروع للسلطة، السلطة شرعيتها تأتي من الحق الإلهي، بالتالي لا تؤمن بالديمقراطية لا بالمواطنة لا بالمساواة ولا بالسلام ولا بالاعتراف الآخر، هذه لا تؤمن إلا بالعنف. وبالتالي نحن لسنا بحاجة لإثبات ذلك، كل الشواهد واضحة، والمشروع نحن عايشناه منذ 10 قرون. لم تستقر اليمن منذ أن جاء هذا المذهب إلى بلدنا، لم تستقر اليمن، دائما خروج الإمام، يجوز خروج إمامين في وقت واحد، صراعات متواصلة، تدمير لكل مقدراتنا. بالتالي الذي يؤمن بالتسوية هذا أعتقد أننا لا أعتقد أننا سنصل إلى حل بالتسوية. الدول التحالف ما زال حتى الآن ربما تستعيد مثلا الساحل الغربي، ثم تشكل حزم أمني، ثم تستحيل الحديدة تعمل حزم أمني، ثم تستعيد منطقة أخرى تعمل حزم أمني وإشراف. نحن أمام جبنة مقطعة لا يربطها أي علاقة وليس لديها أي سلطة، ثم يصبح هذه الجماعة تستلم المرتبات والمعونات من خلالهم، وبالتالي هم بعدين يحافظون على بقائهم والتحكم بنا، وبالتالي يسيغون يسيطرون على الموانئ، على تحركاتنا، على أموالنا، نصبح نحن مجرد أتباع مرتباتنا منهم. الآن حتى مواقفنا السياسية والنخبوية كل يعني نظرا لتبعيتنا، التبعيات العديد لهم في بلدان الخليج، اصبح لا نعبر حتى بوضوح عما يختلقنا، لانك اذا عبرت بوضوح وانت في الرياض سيتم معاقبتك بقطع المعونه او اخراجك من الرياض الى اين ستخرج. وبالتالي اليمنيين فقدوا حريتهم، فقدوا ارادتهم. بالتالي لو كانوا لم يذهبوا الى الرياض، هؤلاء حاصروا جماعتنا في منطقه معينه، لو كان لدينا مدخرات وكانت في سلطه شرعيه كان لدينا حتى حريه التعبير. الان إذا أردت أن تعبر فأنت خارج يعني الدعم وخارج التمويل وخارج، نحن سلمنا ذلك، يعني المرتبات منهم، السلاح منهم، يتحكمون في الميناء يعزون. بالتالي أنا قلت لك إنه هذه الجبنة المقطعة نحن ندرسها كما كانت بلدان العالم الثالث مع المجتمع الليبرالي كانوا ماذا يعملون، يجعلون العالم الثالث عبارة عن قطع لا تكتمل في صناعيا ولا في البنية التحتية، بالتالي لا يمكن إحداث ثورة صناعية. الآن نحن أمام جغرافية الجنوب مستقلة وحزام أمني ونخب حضرمية وحدود وأخرى، تعز حصار وتعز قطاع منفصل يعني محاصر. منطقيا يعني لا منطقي. لا حوار لا يمكن الوصول مع الحوثيين. الحسم العسكري أيضا نجد أنه الحسم العسكري في المتناول وكان بالإمكان حسم 6 أشهر، كان لهم أجندة أخرى. والآن أقول الشعب اليمني إذا وجد أن هناك سلطة شرعية وهناك بديل وطني وهناك مشروع وطني سينتفض، صنعاء تنتفض عن بكرة أبيها، تعز تنتفض. لا أحد يريد هذا المشروع إلا جماعة عقائدية ومجموعة مصالح. بالتالي هؤلاء الخليجيين ليس لديهم مشروع لاستعادة السلطة والجغرافيا، لديهم مشاريع خاصة. يعني هم كانوا يتحدثون عن تحرير ويقيمون علاقة مع الرئيس السابق عن طريق الإمارات ومع الحوثيين في الظهران، يتحدثون عن استعادة سلطة شرعية، وهم يحافظون على توازن الرئيس السابق مع الحوثيين وحافظوا على قواته. هم يتحدثون وهم يدركون أن الغرب لن يسمح لهم بتقويض
الحوثيين حد الاختفاء، لأنه يريد بقاء الحوثيين كوكيل محلي لإيجاد ثنائية سنية شيعية. بالتالي إذا استمرت دول التحالف العربي كما هي مسمى التحالف على هذه الشاكلة من قصر النظر ومن التعامل مع وتعاملوا معنا كأننا لا نفهم، نحن ندرك أن أول خطوات استعادة الدولة والشرعية، استعادة السلطة الشرعية وإعمال مدينة عتن كعاصمة موقتة تستوعب كل اليمنيين، ومارب تصبح القاعدة العسكرية وحماية موقع النفط، ونتحرك باتجاه استعادة صنعاء، وهناك دولة. بالتالي أي قطعة جغرافية تأتي نستطيع أن ندمجها مع السلطة، لكن نحن أمام جبنة متقطعة، هذا لا يحدث أي استعادة للسلطة الشرعية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.